ينضم الينا دكتور ايمن رخا مدير فرع هيئه الرعايه الصحيه لجنوب سيناء. اهلا بحضرتك يا دكتور معنا في هذا الصباح. ويعني زي ما بنقول دايما انه في خطوات ثابته من الحكومه، مجهودات كبيره فيما يخص القطاع الصحي، والحكومه تولي اهتماما بهذا الموضوع تحديدا، وهناك دفع كبير بهذه الدفه. يعني لو تحدثنا عن تطوير الخدمات يعني التي تتم خاصه في جنوب سيناء، يعني مجمع بهذا الحجم، مجمع الفيروز اول مجمع طبي متكامل، وبنتكلم عن تكلفة كبيرة جدا، بنتكلم عن يعني تكلفة إنشاء وتجهيز 1,400,000,000 جنيه. كيف ترى حجم هذا الإنفاق، وكيف سينعكس على حياة المواطن وصحة المواطن بما يتواجد في هذه المحافظة؟ لا خير حضراتكم، بالفعل رغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة اللي كانت بتواجهها الدولة خلال السنوات اللي فاتت، بس اللي فعليا الدولة متمثلة في قيادتها السياسية والتنفيذية ما تأخرتش أبدا في الدفع بقوة في الجزء الصحي والاهتمام بالمواطن. محافظة جنوب سيناء شهدت طفرة كبيرة جدا في الجزء القطاع الطبي خلال الأربع سنين اللي فاتوا، متماشية مع دخول منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء. النهاردة بنحصد إنجاز جديد حصل في أرض المحافظة، مجمع متكامل، أكبر مجمع طبي موجود في محافظة جنوب سيناء. نتكلم في طاقة تشغيلية ممكن توصل إن شاء الله ل200 سرير. كان في اهتمام كبير جدا إن المجمع إنشاؤه يكون تماشيا مع كل المعايير الطبية اللي موجودة. إحنا بنتكلم إنشاء تقريبا وصل حاليا ل1,400,000,000 جنيه إنشاء فقط غير التجهيزات. كمان كان في مراعاة إن كل التخصصات اللي كانت مش موجودة في جنوب سيناء خالص طوال السنوات اللي فاتت كلها يتم إضافتها، بحيث إن يكون في تكامل في جزء القطاع الصحي بشكل كامل. في إن شاء الله هيبقى في قسم كامل للحروق، قسم كامل للأورام، قسم كامل لجراحات الرمد. طبعا بالإضافة إلى التخصصات اللي هي أصلا موجودة في المحافظة واللي موجودة في مستشفى شرم الشيخ، واللي هتبقى موجودة كمان في مجمع الفيروز. كل دوت يعني نتاج لخطة مدروسة تم وضعها للاهتمام بالمواطن، وزي ما هنتأكد عليه في الدستور، ودايما متماشيا مع الاهتمام القيادة السياسية. احنا النهاردة وصلنا لهذا الانجاز اللي احنا بنبارك فيه لنفسنا ونبارك فيه لأهالي جنوب سيناء. طيب يعني دكتور أيمن ذكرت العديد من التخصصات الموجودة في هذا المجمع، ويمكن ما كانتش موجودة في السابق، الآن تتوفر لكل أهالي سيناء. لو تكلمنا عن الطاقة الاستيعابية، قد إيه يقدر تخدم أعداد كبيرة من الموجودين في هذه المحافظة؟ قد إيه سهلت عليهم؟ يمكن كانوا بيضطروا إن هم يطلعوا برا المحافظة ويروحوا محافظات مجاورة للعلاج في هذه المرحلة. هو زي ما قلت لحضرتك ان هي المجمع وقت انشائه كان الاهتمام الاول ان احنا عايزين نخف على عبء المواطن الانتقال والحركه بره محافظه جنوب سيناء. طبعا محافظه جنوب سيناء من المحافظات الكبيره جدا في مصر، تقريبا المحافظه الخامسه على مستوى مصر في المساحه، وكان بيضطر المواطنين ان هم يروحوا لمحافظات اخرى عشان ياخدوا خدمات طبيه ما كانتش موجوده في المحافظه، فتم وضع ده في الاعتبار بشكل كبير جدا. عشان كده انا هرجع واكد على حضرتك ان في قسمين اللي كان بالنسبه لنا هيبقوا مهمين جدا الفتره القادمه ان شاء الله مع تشغيلهم، هي وحده الاورام ووحده الرمد عشان اجراء العمليات اللي في العين. ده بشكل كبير جدا تقريبا هيخف تقريبا انتقال 60% مثلا من المواطنين لخارج المحافظه لتلقي الخدمات دي.